دولة القانون تطبق القانون وبلا تراجع على الإطلاق تحت أي ظرف. مش عايز ألاقي دولة القانون تقول لي أصل ده اسمه إيه وده ما اسمه شيء. قانون قانون على الكل على الكل، مش عايز حد، لأنه بعد كده وأنا بقول لكم أهو أقسم بالله العظيم لو لقيت تراجع في لحظة من أي حد لو هو مين أنا اللي هقف ضده. أنا بقول أهو هقف ضده، وأيا كان إحنا يهمنا البلد ويهمنا الشعب، مالناش حاجة غيرها. لو سمحتوا نعمل الحكاية دي قانون، يعني قانون على الكل. لو حصل في لحظة تراجعنا عن حكاية القانون دي هيبقى عندنا مشكلة زي ما حصل قبل كده، والبلد مش مستحملة. رقبة البلد ورقبة الشعب 90 مليون واحد في كل مسؤول من الرئيس لأصغر مسؤول في البلد، لأنه في الآخر الشعب اللي بيدفع الثمن.